اسمه الريبليكيشن. يعني ايه كلمه ريبليكيشن؟ ريبليكيشن يعني تضاعف الدي ان ايه. تمام؟ قال لنا عليه، احنا عارفين ان الدي ان ايه عباره عن شريطين من ثانويه عامه لو كنتوا خدتوه، فالدي ان ايه عباره عن شريطين. شريط كان اسمه 3 5 واللي قصاده يا اولاد كان اسمه 5 ايه؟ 3. كان بيقول لك ان الدي ان ايه سلم سكر فوسفات لنهايتين، نهايه اسمها النهايه رقم 3 ودي تحتوي على مجموعه ريتش، ونهايه اسمها النهايه رقم ايه؟ رقم 5. النهارده انا عندي دي ان ايه اللي هم الشريطين دول، انا هفصلهم عن بعض زي ما حضرتك شايف الاثنين اللي بيصفوا، وهكون لكل واحد كومبلمنتري ستراند، ستراند بيكمله، عشان يبقى بدل ما عندي نسخه من الدي ان ايه عندي اثنين دي ان ايه زي بعض بالظبط. يبقى انا بفصل الشريط 3 5 عن 5 3، اكون لده 3 5 واكون له 5 3، بقى عندي تو كوبي من الدي ان ايه. العمليه دي اسمها دوبليكيشن او ريبليكيشن. خدته في الهيستولوجي ان الخليه عشان تنقسم تعدي بمراحل، او لما تاخدوها يعني الخليه بتعدي بمرحله اسمها جي 1 وبعدين اس فيز وبعدين جي 2 وبعدين مايتوس. قبل ما الخليه تنقسم لخليتين لازم تضاعف المحتوى الجيني بتاعها. يبقى قبل ما الخليه تنقسم لخليتين لازم تضاعف المحتوى الجيني بتاعها، عشان كل خليه في الاثنين تحصل على نسخه كامله من المعلومات الوراثيه. ده بالعربي. يبقى انت عايز تقول لي ان الريبليكيشن بيحصل قبل الميتوزيس، قبل الديفيجن، قبل ما الخليه تنقسم في مرحله اسمها الاس فيز. لما تاخد في الهيستولوجي سايكل الخليه اول ما تتولد بتعدي مرحله اسمها الجاب 1 او الجي 1 بتعمل فيها وظيفتها، بعدين هتدخل في مرحله اسمها الاس او السنسيتيك دي اللي بتصنع فيها الدي ان ايه، بعدين تدخل في مرحله اسمها جي 2 تستعد للانقسام، بعدين تدخل في مرحله الميتوزيس تنقسم. اسمها السيل سايكل وفتره حياه الخليه، ده كلام هيستولوجي ماليش دعوه. بس اللي عايز اقوله ان الريبليكيشن بيحصل في المرحله اللي اسمها ايه؟ اس فيز. يبقى يعني ايه كلمه ريبليكيشن؟ هتقول لي دي بروسيس باي ويتش الدي ان ايه بيعمل من نفسه اكسترا كوبي بيفور ديفيجن في مرحله اسمها الاس فيز. يبقى بيعمل نسخه اضافيه قبل الديفيجن او قبل الميتوزيس في مرحله اسمها الايه؟ الاس فيز. قال لي عليك بيقول لك سؤال، العمليه تعتبر سيمي كونزرفتيف. يعني ايه كلمه سيمي؟ نص او شبه. يعني ايه كونزرفتيف؟ محافظه. يعني نص محافظه. يعني ايه؟ قال لي والله لو جيت تبص ده الدي ان ايه القديم اللي بيثبت، انا فصلت شريط وشريط وبنيت لكل واحد شريط جديد ايه؟ مكمل. ده كده بقول عليه محمود البيرنت. اما اللي تحت دول اسمهم الدوتر، الابناء. لو خدت بالك كل واحده في الدوتر عباره عن اولد ستراند ونيو ستراند، عباره عن شريط قديم وانا كونت له شريط جديد، يعني نص قديم ونص ايه؟ جديد. فانا محافظ على نصي، فاسمي سيمي كونزرفتيف. يعني ايه سيمي كونزرفتيف؟ اتش 1 من التو دوتر بيحتوي على اولد ستراند من البيرنت ونيو ستراند. يبقى كل واحده فيها ستراند قديم وستراند ايه؟ جديد. يعني يا اولاد انا ما سبتش القديم على بعضه وعملت نسخه جديده تماما، لا انا فصلت القديم وكونت نصين جداد. حد فاهم انا بقول ايه؟ يعني لو انا كنت خدت الاسود ده على بعضه وطلعتني النسخه الحمراء كامله كنت هقول لك نون كونزرفتيف، انما هنا اسمها سيمي كونزرفتيف. لان اتش دي ان ايه من الدوتر بيحتوي على اولد ستراند وعلى نيو ستراند. بقيت الكلام الريبليكيشن كديفينيشن اشتغل امتحان قوي، هو اكسترا كوبي من الدي ان اي في مرحله اسمها الاس فيز. السؤال بيجيب درجه اكس ليه؟ العمليه تعتبر سيمي كونزرف. هتقول لان اتش 1 كل واحده من التو دوتر تحتوي على اولد ستراند اند نيولي فورمد ستراند، وستراند ايه؟ جديد. حد هنا في اي مشكله؟ قال لي عليك علشان تشرح ريبليكيشن، الريبليكيشن ده بالعربي يعني تضاعف. كلمة تضاعف يعني بناء، وأي بناء يا ولاد ليه ريكوايرمنت، ليه متطلبات. أنت عشان تبني بيت حضرتك محتاج أول حاجة المواد الخام اللي هتبني بيها أو الطوب، محتاج الرسم الهندسي اللي هتبني عليه، محتاج العمال اللي هيبنوا، والأساس اللي بتكمل عليه. صح كده؟ قال لك نفس الكلام عشان تبني دي ان ايه ريكوايرمنت بيجي لك سؤال انيوميريت عدد، يعني قولهم لي ترتيب 1 2 3 4. قال لي أول حاجة أنا محتاج تمبلت، وهنعرف يعني إيه تمبلت، خلينا نكتبها بالعربي،
قالب ومحتاج سبستريت. كلمه سبستريت يعني مواد متفاعلات او خلينا نقول مواد خام. برايمر خلينا نقول عليها اشاره بدء. وانزيمز الانزيم دول العمال اللي هيبنوا. تعالوا نفهمهم واحده واحده عشان اكل دي ان ايه. انا محتاج تمبلت. يعني ايه كلمه تمبلت؟ تعالوا نسال يعني ايه كلمه تمبلت. كلمه تمبلت يعني قالب. كلمة تمبلت يعني قالب. كده مؤخرا ليه ماشي طبعا احنا ما بنقول طيب في موضوع اسمه دي ان ايه ريبليكيشن. يعني ايه كلمه ريبليكيشن؟ يعني تضاعف دي ان ايه. عايزين نكون متفقين ان البكتيريا تحتوي على المعلومات الوراثيه. هنبدأ درس اسمه ريبليكيشن. يعني ايه كلمة ريبليكيشن؟ في دقيقتين هقول لك اللي فات. ريبليكيشن يعني تضاعف. يعني ايه تضاعف؟ اتفقنا مع بعض ان الخلية تحتوي على المعلومات الوراثية. المعلومات الوراثية في صورة حاجة اسمها الدي ان ايه. الخلية لما بتنقسم بتنقسم انقسام ميتوزي زي ما خدته في الهيستولوجي لخليتين اتنين. قبل ما تنقسم لازم تضاعف المحتوى الجيني بتاعها. يبقى لازم الدي ان ايه يتضاعف لنسختين من الدي ان ايه. يبقى اللي انا هدرسه النهارده ازاي نسخه الدي ان ايه الواحده بيديني شريطين دي ان ايه. يبقى يعني كلمه ريبليكيشن؟ كل الريبليكيشن هي البروسيس باي ويتش العمليه اللي الدي ان ايه بيعمل اكسترا كوبي اوف اتسلف، بيعمل نسخه اضافيه من نفسه. قالك بتحصل في مرحله من مراحل السيل سايكل هيقولوها لكم في الهيستولوجي اسمها الاس فيز. خليه اولاد اول ما بتتولد تعدي مرحلة اسمها الجي 1 فيز اللي بتعمل فيها وظيفتها. بعدين الاس فيز اللي بتضاعف فيها الدي ان ايه. بعدين الجي 2 فيز اللي بتستعد فيها للانقسام. بعدين الام فيز بتنقسم الخليتين بعد. ده هيستولوجي مش بتاعي. اللي انا عايز اقوله ان في مرحلة في حياة الخلية اسمها الايه؟ الاس فيز. المرحلة دي بتضاعف فيها الدي ان ايه. يبقى الريبليكيشن هي بروسيس باي ويتش الدي ان ايه بيعمل اكسترا كوبي اوف اتسلف. بتحصل بيفور ديفيجن قبل الانقسام في مرحله اسمها ايه يا اولاد؟ الاس فيز. كنت بقول لك يا عمرو ان الدي ان ايه شريطين. انا هفصل الشريطين عن بعض وكل شريط فيهم هيشتغل كقالب. يعني ايه قالب؟ يعني تمبلت. يعني ابني كل واحد شريط مكمل ليه. فاصبح انا دلوقتي عندي بدل الدي ان ايه اثنين دي ان ايه. يبقى ده البيرنت اللي بالاسود. فصلت الشريطين عن بعض وكونت لكل واحد مكمل بقى عندي نسختين من الدي ان ايه. لو جيت تبص على الدوتر هل الدوتر ان شريطين جداد ولا واحد جديد والتاني قديم يا اولاد؟ واحد من الاب وكونت له واحد جديد. الدوتر واحد من الاب وكونت له واحد ايه؟ جديد. ايه الدوتر؟ الابنه يعني خلايا مش دي خلايا الاب البيرنت ودول خلايا الابناء. فبقول لك كل واحد من الدوتر دي ان ايه يحتوي على اولد ستراند ونيو ستراند. يعني يحتوي على ستراند قديمه وستراند ايه يا شباب؟ جديد. فعشان كده العمليه بسميها سي كونزرفتيف يعني شبه محافظه. يعني ايه شبه محافظه؟ يعني الشريط بتاعي ده مش جديد تماما ولا هو قديم تماما. هو نصه محافظ عليه قديم ونص يا اولاد ايه؟ جديد. فبقول لك كل واحد من الديني عباره عن واحد قديم وواحد جديد. فعشان كده بقول عليه سيمي كونزرف يعني نص قديم ونص ايه؟ يبقى الريبليكيشن للمره الاخيره ومش هقولها تاني. انا بعمل اكسترا كوبي من نفسي في مرحله اسمها الاس فيز. العمليه تعتبر سيمي كونزرف شبه محافظه لان الدوتر مش جديد تماما ولا قديم تماما. امال ايه؟ اولد ستراند من البيرنت ونيو ايه؟ ستراند. قال لك يا عمر ايه هي الريكويرمنت؟ ايه هي متطلبات تضاعف الدي ان ايه؟ عشان حضرتك تعمل تضاعف الدي ان انت محتاج ايه؟ اول حاجه انا محتاج تمبلت. يعني ايه كلمه تمبلت؟ قالب. كل شريط من شريطين الدي ان ايه يا اولاد بيشتغل كقالب كتمبلت ببني له كومبلمنتري ستراند. انا شريطين
الاسود ولا كل الاسود اللي بالاحمر؟ كل كل الاسود والاحمر ايه معلش؟ ده الجديد اللي انا بنيته. يبقى كل واحد من الدي ان ايه كل ستراند اشتغل تمبلت. كلمه تمبلت يعني ايه يا اولاد؟ كول ببني له كومبلمنتري. يبقى انا النهارده لما فصلت الشريطين عن بعض كل واحد في الاسود اشتغل قالب، بنيت له انا واحد ايه جديد مكمل. يبقى اول حاجه انا بحتاجها قالب او الرسم الهندسي اللي ببني على اساسه. هو انا عشان ابني شريط جديد ما انا محتاج شريط قديم اشتغل عليه. فقال لك يعني ايه تمبلت؟ هتقول لي اتش ستراند من البيرنت بيشتغل كايه يا اولاد؟ كتمبلت ككول تكون لواحد مكمل. عشان ابني محتاج مواد خام. هو الدي ان ايه عباره عن ايه؟ نيوكليوتيدات. يبقى ايه السبستريت اللي انا ببني بيها الدي ان ايه؟ قال لك نيوكليوتيد ترايفوسفات. مش قالوا لكم في ثانويه عامه ان الدي ان ايه عباره عن سكر وفوسفات وقاعده نيتروجينيه ودي كده اسمها النيوكليوتيده؟ يبقى انا عشان ابني الدي ان ايه محتاج ايه؟ نيوكليوتيدات. بس النيوكليوتيدات حبلها حرف الدي عشان السكر اللي فيها اسمه ديوكسي رايبوز. يبقى انا ببني الدي ان ايه ديوكسي رايبو نيوكليوتايد او نيوكليوتيدات السكر اللي فيها ديوكسي رايبوز. انواع النيوكليوتيدات اللي في الدي ان ايه؟ ادينين وجوانين وسيتوزين وايه يا اولاد؟ وسيرين. يبقى انواع النيوكليوتيدات اللي في الدي ان ايه؟ الاي والجي والسي والتي. يعني ايه كلمه برايمر؟ بالراحه. النهارده انا بتكلم في عنوان اسمه ريكويرمنت. عشان تبني الدي ان ايه انت بتفصل الشريطين عن بعض. تستخدم كل شريط كقالب تبني له واحد مكمل. يبقى اول حاجه انت بتحتاجها الشريط القديم. انت بتبني النيوكليوتيدات. يبقى تاني حاجه انت بتحتاجها الايه؟ السبستريت او اللي اسمه نيوكليوتيد. تالت حاجه انت بتحتاجها حاجه اسمها البرايمر. بعد شويه يا اولاد انا هقول لك ان الانزيم اللي بيبني اسمه دي ان ايه بوليميريز او اللي انتوا خدتهم في ثانوي انزيمات بلمره الدي ان ايه. انزيمات بلمره الدي ان ايه. قال لك يا شباب انزيم البلمره ده ما بيبداش من الصفر. يعني مش بيجي يلاقي تمبلت كده ويروح جاي باني عليه. امال ايه؟ قال لي لازم يلاقي حته ار ان ايه صغيره قصاد التمبلت يرتبط بيها ويبدا عمليه الايه؟ البناء. بالراحه. انزيمات البلمره ما بتبداش من الصفر. لازم تلاقي اساس. انت النهارده عشان تبني عماره مش بتطلع على الارض على طول، انت بتحفر وتحط اساس وتطلع على الايه؟ على اساس بتاعك. اساس الدي ان ايه قطعه ار ان ايه صغيره. يعني اول الدي ان ايه فيه قطعه ار ان ايه يا اولاد صغيره من 10 ل 20 نيوكليوتيد. موجوده يا اولاد 5 3 يعني المفروض ان هي 3 بس اسمها ايه؟ 5 3. يبقى حته الار ان ايه الصغيره دي اسمها برايمر. ممكن نقول عليها الاساس او اشاره البناء. يبقى يعني ايه كلمه برايمر؟ قال لك هو شورت ار ان بتحتوي من 10 ل 20 نيوكليوتيد موجوده قصاد النهايه 3. هي اسمها 5 قصاد النهايه 3 يبقى اسمها ايه يا اولاد؟ 5. بما ان اولها 5 تبقى اخرها 3. مش قالوا لكم في ثانويه عامه ان كل شريط من الدي ان ايه ليه نهايه اسمها 5 ونهايه اسمها 3؟ النهايه اللي اسمها 3 فيها مجموعه او اتش. كان دايما بيقول لك النهايه 3 فيها تحتوي على اتش ايه؟ فري. يبقى البرايمر دي يا محمد في اخرها في ايه؟ اتش. يبقى يعني ايه برايمر؟ تقول لي يا يوسف البرايمر هو عباره عن شورت ار ان من 10 ل 20 نيوكليوتيد موجوده قصاد النهايه 3 تحتوي على او اتش 3. الاو اتش دي هي مغناطيس، هي اللي هتبدا تستقبل النيوكليوتيدات عشان ابدا ابني سعادتك الدي ان. حد فاهم انا بقول ايه؟ يبقى البرايمر ده الاساس اللي فيه او اتش عامله زي ملقاط او مغناطيس، هتبدا تجيب النيوكليوتيدات عشان يبني لي شريط الدي ان ايه الجديد. يبقى البرايمر يا عمرو هتقول لي هو شورت نيوكليوتايد من 10 ل 20 موجوده عند النهايه 3 فيها فري او اتش تشتغل كاكسبتور مستقبل تبدا تستقبل النيوكليوتيدات. قال لي معليك البرايمر دي بتتبني بانزيم اسمه برايميز. ده يا ولاد النهارده عشان ابني انا محتاج الرسم الهندسي اللي انا هبني عليه هو التمبلت. محتاج الطوب اللي هبني بيه هو السبستريت. محتاج الاساس اللي هكمل عليه اللي اسمه الايه؟ البرايمر. اخيرا محتاج العمال اللي هيبنوا اللي هم الانزيمات اللي اسمهم انزيمات الايه؟ البلمر. قال لك انزيم البوليميريز دوت عنده شروط كتير. اول شرط هو بيقرا بس يا شباب 3 5 يعني بيقرا في اتجاه 3 5. عملت ايه؟ حطيت خانجو بيجي قبل مش مشكله. المهم الصبوره جايه
بيبني 5 3 يبقى قال لي معليك هو بيبني بيقرا 3 5 يبقى بيبني سعادتك ايه 5 3 هو بيقرا الشريط اللي اسمه ايه 3 5 يبقى هيبني الشريط اسمه ايه يا اولاد 5 3 تاني معلومه بيعملها الانزيم ده ما بيبنيش بس ده بيراجع كلمه مراجع يعني بروف ريدنج يقول لك بيعمل بروف ريدنج 3 5 يعني ايه يا دكتور يعني انا النهارده بقرا الشريط اللي اسمه 3 5 بقوم ابني الشريط اسمه ايه 5 3 بعد ما اخلص هنا اكشن براجع الشريط ده لا يكون فيه خطا فيه براجعه من الاخر فبيراجع 3 ايه 5 5 فكنا بنقولها للاولاد وهو راجع بيراجع حضرتك انت ماشي على الشريط 3 5 فبتبني شريط اسمه 5 ايه 3 خلصت بنا وانت راجع هتراجع فالمراجعه بتكون 3 او لو حد عايز يحفظها مش القرايه 3 5 طب المراجعه قرايه فالمراجعه برضو ايه 5. 3 5 يبقى هو بيقرا 3 5 بيبني 5 3 بيراجع 3 5 قال لي معلش قبل ما ابدا اتكلم عن انزيمات المدمره انا هبدا اقول في معلومه صغيره في السبستر دي المتفاعلات قال لك في ادويه اسمها الانتي كانسر علاج السرطان اللي هم مين؟ دواء اسمه فلورو يوراسيل ودواء اسمه ميزوتريكزيت. ده هو فعلا كيموثيرابي بتمنع انقسام خلايا السرطان بس بتوقف الانتي هو فكره لو حد جاله سرطان انا بعمل ايه؟ لا يا اما اعمله راديشن بس لغايه ما اعمل راديشن انا عايز امنع الخلايا انها تنقسم عشان ما يكبرش السرطان فبديله دواء اسمه الميزوتريكزيت. ده بيوقف انقسام الخلايا ازاي؟ بيروح يوقف لسعادتك السبستريت. ما عادش عندي طول، هل هعرف ابني دي ان ايه؟ لا. هل الخليه هتضعف؟ لا. عشان كده يا دكتور عيان السرطان اللي بياخد كيمو ثيرابي شعره ما بيطلعش. مش شعره بيقع. شعره ما بيطلعش ليه؟ انا وقفت انقسام الخلايا بما فيها خلايا الجسم. طب ايه الهدف؟ ان انا كنت عايز اوقف السرطان. فالاعراض الجانبيه ان باقي خلايا الجسم وقفت. يبقى علاج السرطان هو مش علاج هو حاجه بتوقف التضاعف لغايه ما انا هعمله كيموثيرابي بقى اعمل قصدي راديشن او اي حاجه يبقى عايز اقول لك الميزوتريكزيت بيروح يرتبط مع النيوكليوتايد فيمنع عمليه الايه؟ الريبليكيشن. مين الانزيمات اللي بتبني قلنا عليها يا دكتور اسمها انزيمات البلمره او الدي ان اي بوليميريز. قال بص يا شباب البوليميريز انواع على حسب الكائن الحي اللي موجوده فيه كائن بروكاريوت ولا كائن ايوكاريوت. يعني الكائنات البسيطه تسمى بالبروكاريوت او اوليات النواه. الكائن زي الاميبات اللي هو النواه بتاعتها ما فيهاش ميمبرين فاسمها اوليات الايه؟ النواه. طب الايوكاريوت زي ما عليك انت حقيقيات النواه عندك نواه وليها ميمبرين وفيها كروموزومات وليها ستراكشر فاسمك ايه؟ بروكاريوت. يبقى اوليات النواه تسمى بالايه؟ بالبرو. اما حقيقيات النواه اسمها ايه يا شباب؟ ايو ايوكاريوت. قال لك والله البروكاريوت فيهم ثلاث انواع من البوليميريز. انزيم اسمه دي ان ايه بوليميريز واحد، انزيم اسمه دي ان ايه بوليميريز اثنين، انزيم اسمه دي ان ايه بوليميريز ثلاثه. قال لك الدي ان ايه بوليميريز واحد وظيفته الأساسية ريبير. مش احنا قلنا ان الانزيم البلمرة بيبني وبيراجع وبيصلح؟ فالبوليميريز واحد وظيفته الأساسية إصلاح. طب البوليميريز ثلاثة وظيفته الأساسية بيلدينج. طب البوليميريز اثنين وظيفته الأساسية مراجعة. بروف ريدنج. يبقى يا شباب البروكاريوت عندهم كام نوع من البوليميريز؟ ثلاثة. البوليميريز واحد بيعمل ريبير يعني اصلاح. وحاجه يا شباب انا هقولها لك بس اخر خطوه لما نوصل عشان في الاسئله ايه؟ هو مش الصح يعني ان هو يبني الاول لا بعدين يصلح بعد كده يرجع حبيبي انا مش مخطط ده مش ترتيب. هو في انزيم اسمه دي ان اي بوليميريز واحد، في انزيم ثاني اسمه دي ان اي بوليميريز اثنين، في انزيم ثالث اسمه دي ان اي بوليميريز ثلاثه. مش بالترتيب يعني مش بالترتيب. الدي ان اي بوليميريز 3 ده المين بيلدر تمام بس ممكن يراجع بس هو اساسا ايه؟ بيلدر. الدي ان اي بوليميريز 2 ده اساسا بروفريدنج
دي ان بوليميرز واحد ممكن يشارك في البناء بس هو اساسا ايه ريبير. فاهم؟ يعني الوظيفه الاساسيه ليه ريبير او حاجه اسمها اكسجين وريبير. هو اكتر هو مش بيبني 5 3 بيقرا 3 5 بيبني 5 3. طب لو احنا عايزين نبني لا ما احنا لسه ناخد ستبس ماشي. يبقى قال لي معالي البروكاريوت انا بقول لسعادتك انا عندي كام نوع من البوليميريز؟ 3 دي ان بوليميريز 1 و2 و3. 1 ده بيريبير، 2 ده بروفريدنج، 3 ده بيعمل ايه؟ بيلدنج. هتلاقي في كلمه اسمها بيلدنج الليدنج واللاجنج هتفهمها في اخر الحصه، وهتلاقي كلمه ريبير وبيشيل البرايمر هتفهمها في اخر الحصه. في اخر الحصه خلينا دلوقتي ان واحد ده بيراجع، واحد ده بيصلح، واثنين بيراجع، وثلاثة يا ولاد هو اللي ايه؟ هو اللي بيبني. طب في الايوكاريوت عندي انواع كتيره بقى من البوليميريز، الانسان معقد. فعندك البوليميريز الفا وبيتا وجاما ودلتا واكس. الالفا يا ولاد ده اللي بيعمل انيشيشن، انيشيشن يعني ايه؟ بدايه. فده اللي بيبني البرايمر. البيتا والابسلون دول بيعملوا ريبير. طب الدلتا ده البيلدر، ده اللي بيبني. يبقى مين اللي بيبني يا ولاد وبتيجي في الام سي كيو؟ الدي ان اي بوليميريز دلتا. طب ومين اللي بيصلح؟ الاثنين اللي هو البيتا والابسلون. امال الجوه بيعمل ايه؟ هيقول لك في الهيستولوجي ان الميتوكوندريا فيها دي ان اي. اللي بيبني الميتوكوندريا دي ان اي هو مين؟ هو الجوه. اللي بيبني الميتوكوندريا دي ان اي هو مين؟ هو الفا. دي يبقى الالفا ده اللي بيعمل البرايمر فاسمه برايميز. هو مش هنا ازاي؟ الاساس هنا ايش عندهم يعني هنا انت انسان معقد عندك انزيمات كتير انما البروكاريوت عندها انزيم واحد بس ده انواع بس. فبقول لك انت عندك الفا ده اللي بيبني البرايمر، بيتا ده اللي بيعمل ريبير، جاما ده دلتا بيعمل ريبير، جاما ده اللي بيبني الميتوكوندريا، واخيرا ايبسلون بيعمل ريبير. طب مين يا دكتور اللي بيراجع؟ مين اللي بيعمله بروفريدنج؟ اسمع الكلام، اخر ثلاثه دول ليهم وظيفه اضافيه بيعملوا بروفريدنج. يبقى اللي بيعملوا مراجعه يا دكتور الجاما والدلتا ومين؟ والابسلون. يبقى اول واحد بيبني البرايمر بس، الثاني ريبير بس، الثالث بيبني الميتوكوندريا ويراجع، الرابع بيبني الاساسي ويراجع، الاخير بيراجع وبيعمل ايه؟ يبقى الريكويرمنت بتاعتي تمبلت وسبستريت وبرايمر وانزيم والانزيمات اسمها لا مش هنا صح اللي هي البرايمر ده مش هنا يا عم يا عم مش عندهم اصبر عليا اصبر عليا ماشي. قال لي معلش احنا لسه ناخد ستبس يا جماعه انا بقول لك الريكويرمنت لسه ما خدش ستبس. قال لك يبقى الانزيمات بتاعتي بوليميريز واحد اثنين ثلاثه. طب والايوكاريوت الفا وبيتا وجاما ودلتا ويكس. انا جهزت الريكويرمنت هدخل في الستبس هدخل في الايه؟ في الخطوات. تمام؟ قال لي سعادتك عشان دايما انا عندي دي ان اي عباره عن شريطين. الشريطين دول هفصلهم. يبقى اول خطوه بعملها بعمل حاجه يا ولاد اسمها سيبريشن. بعمل حاجه اسمها سيبريشن للتو ستراند. بعد ما افصلهم هبني البرايمر اللي هو الاساس. يبقى فورميشن وفي البرايمر. بعد البروكيريوت هشرح في البروكيريوت. ايه؟ هشرح في البروكيريوت. ازاي هما ما يا همش حاجه عليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لسه هشرح. انت عليك ايه؟ انا بقول لك لسه هشرح. لسه هشرح. اول حاجه انا بعمل سيبريشن. يعني ايه سيبريشن؟ بفصل الشريطين عن بعض. بعد كده ببني البرايمر. طب بعد ما ابني البرايمر ببني التو ستراند. وبعد ما ابني التو ستراند اخر خطوه يا ولاد انا هعمل ريموفال للبرايمر. الدي ان اي ما ينفعش يفضل فيه حته ار ان اي. مش انت بتحفر وتحط الاساس وتردم على الاساس؟ الاساس ما بيكونش ظاهر في فين؟ هو موجود بس. يبقى اول حاجه حضرتك هتفصل التو ستراند لسه هنشرح فيها بتاع نص ساعه. وبعدين هتبني البرايمر. وبعد ما تبني البرايمر هتبني التو ستراند. طب وبعد ما تبني التو ستراند هتشيل مين؟ البرايمر. بقى عندك دي ان اي جديد. على واحده. اول خطوه انت بتعمل ايه؟ سيبريشن للتو ستراند. اول خطوه انت بتعمل ايه؟ سيبريشن للتو ستراند. واحده واحده يا ولد.
علمته في الثانوية عامة ان الدي ان ايه عبارة عن شريطين صح؟ وان الدي ان ايه في قواعد نيتروجينية، يا اما الادينين مرتبط مع الصيانين بربطتين، يا اما السيتوزين كان مرتبط مع الجوانين بكم ربطة يا شباب؟ تلاتة. يبقى الاي بيرتبط مع الدي بكم ربطة؟ ربطتين. يبقى مين اللي اضعف؟ الاي والتي ولا السي والجي؟ اكيد الاي والتي عشان مرتبطين مع بعض. تي بتو مرتبطين بربطتين. فقال لك عشان تعمل سيبريشن اللي هي اول خطوة احنا هنبدا نتكلم عنها، انا بعمل سيبريشن في منطقة اسمها الاوري او الاوريجين اوف ريبليكيشن. يعني ايه كلمه اوريجين يا اولاد؟ مكان بدايه الريبليكيشن. يبقى المكان اللي انا بعمل فيه سيبريشن اسمه الاوري، او اسمه ايه يا اولاد؟ الاوريجين اوف ريبليكيشن. قال لك الاوريجين دوت حاجه من اثنين، الاوريجين ده بيكون غني بالاي تي. ليه بيكون غني بالاي تي؟ عشان الروابط فيها ضعيف، فانا هقدر اكسر وافصل الشرطين ايه؟ عن بعض. يبقى بدايه السيبريشن بتحصل في منطقه اسمها الاوري او الاوريجين اوف ريبليكيشن. الاوريجين اوف ريبليكيشن ده منطقه غنيه بالايه؟ تي. قال لك لو انت كنت بروكاريوت دي ان ايه بتاعك صغير، فانت بيكون عندك سنجل اوريجين. تبدا من نقطه واحده وبتخلص من نقطه واحده. حته دي ان ايه صغيره هتتنسخ بسرعه. طب لو انت ايلوكاريوت الدي ان ايه بتاعك كبير، عندك مالتيبل اوريجين. يعني اكتر من نقطه للبدايه. واحده واحده. لو انت بترصف رصيف، لو انت هترصف شارع صغير، ابداوا من البدايه للنهايه، يبقى سنجل اوريجين. طب لو انت هترصف الشارع بين بلبيس والقاهره، طريق الصحراوي كله، هيبقى عندك اكتر من حته بتبدا فيها، بحيث في الاخر كل القطع تجمع ايه؟ على بعض. اقول لك كلمه كده، الدي ان ايه ربنا خلقه بيتنسخ بمعدل 50 قاره في السنه. 50 نيوكليوتيدا في الثانية بيتنسخ. الدي ان بتاعك عارف في قد ايه نيوكليوتيدا؟ في 3 في 10 أس 9. يعني 3 قصادها كام صفر؟ 9 أصفار نيوكليوتيد. متخيل طول الدي ان ايه؟ 3 في 10 أس 9. فلو أنت بدأت من أوله وفضلت ماشي لحد الآخر هتاخد وقت طويل. فربنا عامل لك مالتيبل إيه؟ أوريجن. يبقى لو أنت بروكاريوت عندك سنجل أوريجن. طب لو أنت إيه؟ عندك موضوع يقول لك كل 15000 نيوكليوتيدا، كل 15 كيلو بيس، كيلو يعني 1000، نيوكليوتيدا يعني بيس، في اوريجين. يبقى كان الطريق يا اولاد طوله 3 في 10 اس 9، كل 15000 كيلو انا ببدا نسخ، كل 15000 نيوكليوتيدا انا ببدا ايه يا اولاد؟ مالك واحده واحده. السيميليشن بيبدا في منطقه اسمها الاوريجين. باجي على منطقه عالي، المنطقه دي غنيه بالاي تي. حضرتك لما تفصلها قال لي سعادتك في المنطقه دي بسميها الاوري. لو انت برو فانت عندك سنجل اوري، لو انت ايو فانت عندك مالتيبل اوري. لما بكسر الاي تي الشريطين بينفصلوا عن بعض بالشكل ده، فبيديني المنظر ده يا ولاد شبه الشوكر عمانة. فالراجل قال لك دي اسمها ريبليكيشن فورك. كلمه فورك يعني شوكر. الشريطين اتفصلوا عن بعض. الكوبايه ايه؟ الكوبايه عادي. لا مش هي فورك. ماشي؟ قلم عليك يبقى اسمها ريبليكيشن فورك. يبقى قلم عليك اللي هيحصل دلوقتي ان انا بفصل الشريطين، المنظر ده كده اسمه ريبليكيشن فورك. اسمه يا اولاد ايه؟ ريبليكيشن فورك. يبقى بدايه الكلام السيبريشن بيحصل في منطقه اسمها الاوري او الاوريجن اوف ريبليكيشن. المنطقه دي يا اولاد لو انت بروكاريوت فانت عندك سنجل اوري. طب لو انت يوكاريوت عندك مالتيبل اوري. قال لي سعادتك لما بعمل سيبريشن باجي على منطقه غنيه بالاي تي، يا محمد يا هشام يحصل لي حاجه اسمها ريبليكيشن فورك. يحصل حاجه اسمها ريبليكيشن ايه يا شباب؟ هيجي لي في مشكله. النهارده انا لما اعمل سيبريشن وافصل الشريطين عن بعض، في الدي ان ايه يا ولاد في النواه في انزيمات بتكسر السنجل ستراند دي ان ايه. ما ينفعش الدي ان ايه يبقى سنجل ستراند بالشكل ده. ليه؟ عشان ربنا خلق انزيمات بتكسر السنجل ستراند. لازم الدي ان ايه يبقى دبل ستراند. في مشكله ثانيه، ان الدي ان ايه اصلا يميل انه يبقى دبل ستراند، عامل زي الصمغ اللزق. مجرد ما تفصل الشريطين هيرجعوا يرتبطوا مع بعض تاني. حد فاهم انا بقول ايه؟ انا لما افصلهم في مشكلتين، يا هيرجعوا يرتبطوا يا اما اصلا هيتكسروا. فعشان كده هيجي لي سؤال نظري مهم، مين هم البروتينات اللي بتشارك
في السيبريشن. افهم الكلام. النهاردة انا بعمل السيبريشن بمساعدة اربع بروتينات. هقولها لك بالعربي. في بروتين يا عم يوسف بيتحرك لسعادتك على شريط الديني لغاية يا محمود ما يوصل للمنطقة اللي اسمها اوريجين ويقف عندك. يبقى البروتين دوت مستكشف بيدوري على مكان الايه؟ اوريجين. ينادي بروتين تاني اللي انتوا خدتوه في ثانوية عامة اسمه انزيم اللولب اللي بيجي يكسر يفصل الشريطين عن بعض. ينادي بروتين تالت يمسك كل شريط لوحده عشان يمنع ان هم يرجعوا يرتبطوا تاني ايه؟ مع بعض. يبقى القصة بتقول ان احنا ثلاثة شغالين دلوقتي. واحد بيدور على المنطقة اللي اسمها الأولى. مجرد ما بيلاقيها بيقف عندها. ينادي التاني اللي هيبدأ يكسر. مجرد ما يتكسر يا ولاد ينادي التالت اللي هيرتبط مع كل شريط لوحده. حد فاهم انا بقول ايه؟ واحدة واحدة. أول إنزيم اسمه دي إن إيه إيه بروتين. حرف الـ مش متكرر، هو اسمه دي إن إيه إيه بروتين. إدانا بروتين ده وظيفته إيه؟ ده يا ولاد مستكشف بالعربي كده. يعني قال لي سعادتك بايند مع الأوريجين أوف ريبليكيشن. يا عمر بيرتبط في المنطقة اللي اسمها أوريجين أوف إيه؟ ريبليكيشن. فاعمل لي يا شباب بصوا 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 اللي أنا هعمله. لوكال سنجل ستراند. حته سنجل ستراند صغيره. علمت المنطقه اللي اسمها ايه؟ اوريجين اوف ريبليكيشن. هو مش هيفصل الشريطين، هو بس كسر ربطه واحده. يبقى اول بروتين اسمه دي ان ايه. ده بالعربي كده مستكشف. قال لي سعادتك بيعمل لي لوكال اس اس يعني سنجل ستراند. سنجل ستراند دي ان ايه. يبقى ادانا بروتين ده يا ولاد المستكشف اللي بيحدد لي المنطقه اللي اسمها الايه؟ الاوريجين. يا هشام بمجرد ما حد بعمل ملت او بكسر يعني فبعمل حته صغيره اسمها سنجل ستراند بس لوكال. انا ما فصلتش الشريطين تماما، يعني فصلت قاعده واحده يعني في نقطه واحده لوكال. ماشي تمام. يبقى انا فصلت قاعده واحده. طب اسمع الثاني وهتفهم اصلا. يجي بعده الهيليكيز. بص الهيليكيز، الهيليكيز ده اسمه بالعربي انزيم اللولب. هيليكيز ده اللي هيهلك شريط الدي ان ايه. الهيليكيز يجي يرتبط في الحته دي يا ولاد اسمها اللوكال ستراند ويروح جاي عامل ايه؟ بص بقى انوايندنج للنيبرنج سيل يفك كل الخلايا فسيبريشن للتو ستراند. يبقى اللي حصل ايه؟ بص يا عم ده المركب بتاعتي يا هشام هيجي انزيم يكسر لي ربطه واحده يعلمني المنطقه اللي انت هتبدا عندها الايه؟ البدايه اللي هي اسمها الورش اللي فيها الايه والتي. يجي بعده على طول الهيليكيز يرتبط مع الجزء دوت ويمشي بقى قدام اللي بقى حتى سنه بس بيقول ان الجزء انا فاكر بيسموه عامل كده زي لولا كده. يمشي يا ولاد يقعد يكسر في الروابط كلها فيفصل الشريطين ايه؟ عن بعض. يعمل لي ريبليكيشن. يجي اخر انزيم او اخر بروتين اسمه معبر قوي. بصوا اسمه ايه يا ولاد؟ سنج ستراند دي ان ايه بويندنج بروتين. يعني البروتين الذي يرتبط بالدي ان ايه المفرد. بايندنج بروتين يعني البروتين ده فيه ارتباط السنجل ايه؟ ستراند. عشان النهارده يا محمود فصلت الشريطين عن بعض فبقى عندي سنجل ستراند وسنجل ستراند فيجي بروتين اسمه كده اسمه معبر قوي 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 اسمه سنجل ستراند دي ان ايه بايندنج بروتين. ليه؟ ليه انا عايز ارتبط مع السنجل ستراند؟ عشان وظيفتين. لو السنجل ستراند فضلت سنجل هيحصل لها كليفج تكسير واصلا ممكن ترجع ترتبط مع بعضها تاني مره تانيه ايه؟ بايت. وانا يا ولاد لازم افصل الشريطين عشان البوليميريز لا يشتغل الا على الشريط الواحد. فبالراحه اول خطوه اسمها سيبريشن. سيبريشن يعني انت بتعمل سيبريشن للتو ستراند. ليه يا عمر؟ علشان خاطر بقول لحضرتك البوليميريز اشتغل على سنجل ستراند. قال لك بعمل سيبريشن في منطقه اسمها الاوري او الاوريجين وفي ريبليكيشن. المنطقه دي غنيه بالايه؟ تي. لو انت بروكاريوت فانت عندك اوري واحد، لو انت يوكاريوت عندك مالتيول قول كل 15000 قاعده في دول. قال لي معلش مين البروتينات المهمه للسيبريشن؟ اول بروتين اسمه الدانا بروتين. ده بيرتبط مع المنطقه اللي فيها الاي والتي. ده بيعلم يعني ليه لوكال ميت حته صغيره علامه كده واضح؟ او بيكسر واحده بس خلاص انا علمت المنطقه. يجي مين بعده بقى؟ يجي بعده الهيليكيز. ده بيدخل يعمل انوايندنج للدوبل ستراند.
يفصل الشريطين تماما عن بعض. طب دكتور بيحسب من اول الحته التعليميه من اولها بقى وهو ماشي. طب من قبل اصلا العلامه عندي. بصي بص انا اول واحد بصفي الهول ايبتي يدخل بقى كان كده ادي اول لوج. اول لوج يا ولاد ما بقاش بقى انا هقول لكم حاجه بس ولا اقول لكم هيكمل لحد الاوريجن اللي بعده. مش احنا اتفقنا ان انا مالتي والاوريجن فالاوريجن مش لازم يكون في اول الشريط فاهم انا بقول ايه؟ في انا اول الاوريجن هو واحد بيكمل لحد الزاويه لحد ما يوصل لفين يعني هما بيعملوا كان زمان بيقول لك بيعمل بابل وبابل وبابل جنبها لغايه ما كل البابلز تفيوج مع تحصل لها فيوجن مع بعض فاهم يعني في حته وحته وحته انا هقول لكم حاجه وما تلخبطوش الكيس بيمشي باي دايركشنال بيكسر في الناحيتين لغايه ما يوصل للاوريجن ده والاوريجن ده فاهم يعني بيمشي في الاتجاه زي وانت بترسم طريق ايوه عادي عادي قال لي ساعتك الهيليكس ده بيحتاج طاقه بيفصل التو ستراند يجي بعده ينزل اسمه سنجل ستراند دي ان اي بايندنج بروتين اسمه باين سنجل ستراند بايندنج بروتين يعني البروتين اللي بيرتبط مع ايه مع الشريط النص عشان يمنع انه يتكسر وعلشان يمنع انه يرجع يرتبط مره ايه يبقى في اكتر من واحد في اكتر من حاجه الحاجه يا ولاد احنا بنشرح على ديني واحد انما حالتك مليانه مش قصدي بقول على على واحد كل شيء نفس ال الديني واحد بس مش اكتر على كل عن كل اوريجين في واحد وواحد طيب السؤال اللي بعد كده في حاجه اسمها اخر انزيم اسمه توبو اي زوميريز شباب حد ما سمع بيتفون عند فين حد خد استاذنك ثانيه ولا ايه محتاجه ثاني طيب الدي ان ايه يا شباب عامل زي هيليكس كلمه هيليكس يعني حلزون شكل تمام وانا بعمل ان وايندنج حضرتك بتعمل ان وايندنج يعني بتفك الشريطين عن بعض دي هيليكس خد ثانيه كده وانا بعمل ان وايندنج بفك الشريطين بالراحه كده بيحصل حاجه اسمها سوبر كويل يعني ايه كلمه سوبر كويل متخافش مش هشد اكتر بيحصل حاجه اسمها عقده تمام وانت بتفصل الشريطين الشريطين هيحصل هيعقدوا مع بعض فيحصل ما يسمى بالسوبر كويل او السوبر ايه كويل سليمه جربت يحصل ما يسمى بالسوبر كويل او السوبر تويست يبقى انا في مشكله بتحصل انت ما حدش عمل حسابها اسمها السوبر كويل او السوبر ايه تويست ربنا خلق لي انزيمات بتحل السوبر كويل اسمها يا اولاد توبو ايزوميريز يبقى عندي انزيمات اسمها توبو ايزوميريز بتحل مشكله الايه السوبر كويل عندي نوعين من التوبو ايزوميريز النوع الاولاني اسمه توبو ايزوميريز 1 والنوع الثاني اسمه توبو ايزوميريز ايه التوبو ايزوميريز 1 بيشتغل ازاي؟ توبو ايزوميريز 2 بيشتغل ازاي؟ مش انا النهارده حصل عقده؟ حصل عقده؟ توبو ايزوميريز 1 بيجي يقص شريط من الشريطين في العقده كده بيقص شريط من الاثنين ويقوم يسلك الشريط الثاني يفك العقده يبقى هو بيقص شريط واحد من الاثنين يبقى بيعمل كت اسمه 1 فبيعمل كت في سنجل ستراند وامتى الدي ان ايه دي ان ايه سليم بيطلعه يبقى بيعمل ريلاكس للكويل طب وبعد كده يربط القص يبقى هو بيقص شريط واحد ويطلع من جوه الثاني ويربط بعد كده الايه القص دي مذكره تو ايزوميريز 1 بيجي يقص شريط واحد اللي هو بالاحمر ده تمام بص كده يا عمر بعد ما قصيت اللي بالاحمر طلعت الازرق من الفتحه اللي انا عملتها يبقى فك الايه السوبر كويل ويرجع يربطه تاني فليه وظيفتين كاتنج يعني قطع وسيلينج يعني ربط بيقص وايه وبيربط طب التوبو ايزوميريز 2 بيقص دبل ستراند ما بيتفهمش ده بيقص الاثنين ويفك السوبر كويل وبعدين يربط مره ثانيه ليه بالايه مين فيهم اسرع اكيد التو عشان بيشتغل بسرعه فهو بيحتاج طاقه انما الاولاني ما بيحتاجش ايه يبقى حل مشكله السوبر كويلينج بنزيمات اسمها التوبو ايزوميريز توبو ايزوميريز 1 بيكت سنجل ستراند توبو ايزوميريز 2 بيكت دبل ستراند انا النهارده يا شباب اول حاجه عملتها عملت سيبريشن للتو ستراند لحد ما في مشكله انا عملت سيبريشن للتو ستراند كونت حاجه اسمها ريبليكيشن ادخل على الخطوه الثانيه
بعد ما اعمل سيبريشن بعمل ايه؟ فورميشن اوف برايمر. خلاص الخطوات دي كلها صغيره. سؤال البروتينات ده يا ولاد النظري، خلينا نقول مفيش ستيبس تيجي في الامتحان النظري، بس سؤال البروتينات يعني مش جاي يقول لك قول لي الستيبس كلها، مش هيحصل الكلام ده، مش هيقول لك قول لي خطوات تضاف في الدي ان ايه، انما هيسالك اسئله في الطبيعي. اول سؤال نظري ممكن يجي من هم السبستريت هتقول لي اسمعه، تاني سؤال بيجي بيسالك على الانزيمات، تالت سؤال البروتينات. هعمل لكم اسئله في الاخر. قال لي عليك اول خطوه خلصناها خلاص اسمها سيبريشن، تاني خطوه اسمها فورميشن اوف ايه يا اولاد؟ اوف برايمر. اتفقنا مع بعض ان انا يا اولاد الدي ان ايه بوليمريز لازم يشتغل على سنجل ستراند، فانا عملت سيبريشن وكونت له سنجل ستراند. تيجي المشكله الثانيه انه ما بيبداش من الصفر، لازم يكون عنده في ايه؟ برايمر. فيعني ايه برايمر؟ قلنا مع بعض انها شورت نيوكليوتايد ار ان ايه من 10 ل 20 نيوكليوتيد موجوده قصاد النهايه كام؟ احنا اتفقنا ان في اليوكاريوت اللي بيكونه انزيم اسمه دي ان اي بوليميريز الفا، انما في البروكاريوت اللي بيكونه انا كنت قلت لكم في اول الحصه انزيم اسمه البرايميز، مش دي ان اي بوليميريز خالص، انزيم تاني اسمه الايه؟ البرايميز. انا عايز اقول حاجه ولو فهمتوها احنا هقول الحصه خلصت، صدقوني لو فهمتوها الحصه خلصت. شباب الشريط ده اسمه 3 5 وده اسمه 5 3، بس انا دايما بتعامل لحد الفرق، يعني الجزء اللي انوايند ده بالنسبه لي انا مش هعرف اشتغل فيه. فده يا ولاد اسمه 3 5 هنا، يعني انا اخر هنا، فالحته دي اسميها ايه؟ وده يا ولاد اسمه 5 ايه؟ 3. واحد اسمه 3 5 والتاني اسمه ايه؟ 5 3. ثلاثة خمسة خمسة ثلاثة، هو هروح فين؟ ثلاثة خمسة خمسة ثلاثة. فاللي أنا عايز أقوله دلوقتي إيه؟ عايز أقول سعادتك البرايمر هو عبارة عن شورت نيوكليوتايد بيتكون عند النهاية رقم كام؟ ثلاثة. بص يا محمود، باجي قصاد النهاية رقم ثلاثة وأحط حتة إيه؟ برايمر. هو عبارة من 10 ل 20 إيه؟ بنزيم اسمه البرايميز. عبارة عن من 10 ل 20 نيوكليوتيد. تحتوي على النهاية 3 على ويتش 3 بتشتغل كاكسبتور نيوكليوتيدات. طب والشريط التاني؟ عشان انت سالتني. الشريط التاني اسمه 5 3 والانزيم بتاعه ما بيقراش الا 3 5. طب ما تقرا من هنا يا عم. حط البرايمر هنا. ما هو هنا دي برضه اسمها النهاية كام يا شباب؟ 3. يبقى انا باجي عند النهاية 3 واحط البرايمر، باجي برضه تحت عند النهاية 3 واحط ايه؟ هو البرايمر ده لازم 3 5؟ اه عشان نيجي بعده البريز. يقرا 3 5 يعني يبني سعادتك 5 ايه؟ بص كده يا شباب، انا الانزيم بتاعي اللي اسمه البوليميريز تبديل الدي ان ايه اللي هو بالازرق ده، الانزيم ده ما بيقراش الا 3 5 وما بيبداش الا على سنجل ستراند وما بيبداش من غير برايمر، فانا باجي قصاد النهايه 3 احط البرايمر، يبقى البرايمر اوله 5 واخره ايه؟ 3. مش انا بحطه قصاد النهايه 3؟ مش انا بحطه قصاد النهايه 3؟ يبقى اوله ايه؟ 5 واخره ايه؟ 3. اخره في اتش تشتغل كاكسبتور، تبدا تستقبل نيوكليوتيدات عشان حضرتك تمشي في الاتجاه. طب الشريط الثاني اجي من اخره، مش اخره اسمه 3؟ يبقى انا هقراه برضه 3 5، يبقى حضرتك بحط برايمر وبعدين ايه؟ يبقى 5 3 بقى في الاخر صح؟ يعني برضه اتبنى 5 3. يعني ده اتبنى 5 3 وده كمان يا اولاد اتبنى ايه؟ 5 3. بس افهم، ده اتبنى 5 3 في اتجاه الشبه، انما ده اتبنى 5 3 اواي فروم شبه اواي فروم. عشان كده في كلمه قلت لك في اول حصه قلت لك انساها، البنى باي دايركشنال، انا ماشي في الايه؟ في الاتجاه. واحد بيبني 5 3 في اتجاه الفورك، ثاني 5 3 اوي فروم زي ايه؟ زي فورك. بص يا عم اللي حصل، لو هوسع بقى تاني، انا دلوقتي كنت فاتح حته فورك صغيره هبدا اوسع. انا هفترض ان الفورك الاولى دي كانت لحد هنا، ماشي؟ وسعت الحته دي، فتحت حته جديده اللي هي الفرحه. انا كنت حاطط هنا برايمر وباني حته دي ان ايه 5 3، وكنت حاطط هنا برايمر وباني حته دي ان ايه 5 ايه
ثلاثة. ماشي؟ بعد موسع ايه اللي هيحصل؟ الشريط اللي فوق اللي اسمه 3 5 هيكمل البناء عادي. لان ستيل انا الطريق بتاعي دوت اسمه ايه يا اولاد؟ 5 3. مش عارف الشريط ده لسه اسمه 3 5؟ مش لسه 5 هي اللي في الاخر وانا بمشي 3 5؟ فاللي فوق ده هيكمل البناء ايه؟ عادي. طب واللي تحت؟ النهايه 3 هنا صح. النهايه 3 هنا. اروح جاي حاطط برايمر جديد واروح جاي باجي بعده. حد فاهم انا بقول ايه؟ لما وسعت، لما وسعت الاولاني ستيل اسمه 3 5، ستيل دي الطريق بتاعي، فانا هكمل بناء عادي لان انا ما بقراش الا 3 ايه؟ 5، فانا ستيل لسه ماشي ناحيه الاتجاه 5. يا عمرو مش دايما بمشي ناحيه الاتجاه 5؟ ماشي. لا مش اصلا. طيب لما فتحت هنا بقى اسمي 3، فبضطر احط برايمر جديد قصاد 3 واروح جاي باجي. يعني انت عايز تقول لي انك عندك برايمر واحد وبعدين رحت جاي باجي. خلينا نقول ان دي لغايه الحته دي. وهنا كان عندك برايمر. برايمر تمام. وبعدين بنيت. بعدين حطيت برايمر جديد. بعدين بنيت. اخر حاجه يا ولاد افصل الشريطين تماما بقى. طب ما انا لما افصل الشريطين تماما وسعت الحته اللي كانت فاضله دي. الاول ستيل انا ماشي في اتجاه 5 فهكمل ايه يا ولاد؟ بن. طب والجديد؟ حط برايمر عند النهايه رقم كام؟ 3 واروح جاي باجي كده. انا كده قلت ايه خلاص ولا ايه؟ دي حطينا كذا برايمر عشان انا بحط برايمر عند النهايه 3. ازاي مش من تحت حطينا 3 مش انا دايما بحط عند النهايه 3؟ ايوه. انا لما فتحت بقى عندي هنا النهايه 3 فحطيت برايمر فبنيت. لما افتح بقى النهايه 3 هنا مش انا بطلع من 3؟ هبدا قرايه من هنا بقى. ده اتفتح اكتر. اه اتفتح اكتر. فتحت اكتر فتحت. دكتور انا خلصت الثلاث ستيبس على فكره. اول واحده سيبريشن فيها مشكله؟ تاني واحده فورميشن اوف برايمر. البرايمر بيتحط يا شباب عند النهاية رقم 3، فكل ما يظهر لك يا يوسف نهاية 3 لازم تحط لي ايه؟ برايمر. الشريط الأول عليه 3 واحد فعليه برايمر واحد، أما الشريط الثاني عليه 3 كتير فعليه برايمرز ايه؟ كتير. الخطوة الثالثة أنا شرحتها. فورميشن أوف التو سترينت. اتفقنا مع بعض يا أولاد إن الويتش اللي موجودة عند النهاية 3 بتشتغل كأكسبتو وستوبل، تبدأ تستقبل نيوكليوتيدا في الثانية في الثالثة 10. افهم اللي انا هقوله. انا عندي كام ستراند بيتبنوا دلوقتي؟ واحد بيتبنوا للشريط اللي اسمه 3 5 والتاني بيتبنوا للشريط اللي اسمه 5 ايه؟ 3. الاول بيتبني كونتينيوس. يعني ايه كلمه كونتينيوس؟ في صوره واحده، في صوره مستمره. اللي بيتبني كونتينيوس يا اولاد بسميه الليدنج ستراند. الستراند القائد. مش بيتبني ايه؟ كونتينيوس. طب واللي بيتبني في صوره قطاع؟ بسميه اللاجينج ستراند. كلمة لاج يعني يتلكك. يعني بيتبطأ. اللاج لو حصل وانت شغال والنت عمل لاج معاك عمل حتة بوت. فالأولاني اسمه الليدنج، أما أخو التاني اسمه الإيه؟ اللاج. لو أنت قلته دي هتأكد إن هو فاهم. الليدنج بيتبني في اتجاه. بيتبني في اتجاه. بيتبني للشريط اللي اسمه 3 5. ببنيه يا ولاد 5 إيه؟ 3. أما اللاج اللي بيتبني إيه؟ 5 3 برضه بيتبني. ايوه 5 3. يبقى الاولاني ده بيتبني 5 3 بس في اتجاه الفرك. اما اخوه بيتبني برضه 5 3 بس اوي فروم ده ايه؟ يجي لك ديفينيشن في الامتحان. يعني ايه ليدنج ستراند؟ دي ستراند ذات بيلد كونتينيوسلي اللي سعادتك ان ذا دايركشن اوف فورك. طب يعني ايه اللي هيجي؟ بتبني ديسكونتينيوس away from the official. قال لك العالم اللي اكتشف القطعه دي اسمه اوكيازاكي. اسمه ايه؟ اوكيازاكي. اوكيازاكي من اليابان يا اسطى. اه حبيبي. فسمى لك دي اوكيازاكي اعتقد يعني مش عارف. اوكيازاكي فراجمنت. يبقى اللاجن بيبني في صوره قطع اسمها ايه؟ اوكيازاكي فراجمنت. بيبني في صوره قطع اسمها ايه؟ كل قطعه اسمها اوكيازاكي فراجمنت. كل قطعه اسمها ايه؟ خلاص. رقم 1 عملت ايه؟ سيبريشن. رقم 2 عملت ايه؟ فرايم. رقم 3 عملت ايه؟ تو ستراند. اخر خطوه يا ولاد بقى اسمع الكلام. ريموفال للبرايم وريبليسمنت بديني. يعني يا دكتور؟ يجيب اصلا ليه؟ هو اصلا انا مش عايزه. انا عايز الخط اصلا. انا هقول لك ايه اللي هيحصل بقى. هو اتشال. هقول لك ايه؟ حتى كده في جهه صح؟ اه. طيب يبقى الخطوه اسمها ايه؟ ريموفال للبرايمر and replace by Dini. ماتش ريموفال وبس.
اخر خطوه يا اولاد يجي الانزيم الليست دي نيبول بريز واحد. اظن انا في اول الحصه قلت لك دي نيبول بريز واحد بيعمل ريبير اند ريموفال للبرايمر، قلت لك الكلمه دي بتكتب ريموفال للبرايمر دي للايه للاخر. بيجي البوليمريز واحد بصي عليه يعمل ايه، يشيل لك البرايمرز كلها. طب بعد ما يشيل البرايمر يتكون جاب، يعني كلمه جاب فراغات، يروح جاي باين سعادتك في الفراغات قطع من الديني. يبقى البوليمريز واحد ريموفال للبرايمر، وبعدين سينسس لدي ان ايه، تحط دي ان ايه في النص. طيب اخر انزيم يا شباب كنتوا بتاخدوه اسمه انزيم الربط، بس عند قطع يجي انزيم اسمه اللايجيز يعمل سيلينج للاستريت. القطعه دي بتبقى تحت بس اللي فوق في حته كده صغيره تمام. فبيجي انزيم اسمه ايه، اسمه اللايجيز. اللايجيز يعني انزيم الربط يوصل التو استريت. يبقى اخر خطوه اسمها اكسيجن. اكسيجن يعني ريموفال، ريموفال للبرايمر، وعوض مكانه بيه يا شباب بدي ان اي. اللي بيعمل كده انزيم اسمه دي ان اي بوليمريز واحد، اسمع، بيعمل سينسس بروف ريدنج، بيراجع ريموفال سينس ريموفال سينس ريموفال سينس ريموفال، يعني بيشيل البرايمر، سينسس يعني بيعوض ايه مكانه، يفضل يعمل يعني كده لغايه ما يشيل كل الايه البرايمر. اخر خطوه يجي انزيم الربط يوصل القطع مع بعض، واضح؟ طيب في كلمتين انا قلتهم في اول حصه قلت لك هقولهم لك في الاخر. لما جيت على ده قلت لك بيبني الليدنج واللاجن. قلت لك اركب لي الكلمه دي، دلوقتي فهمت يعني كلمه ليدنج ويعني كلمه ايه؟ وقلت لك ان دوت ريبير واكسيشن. انت دلوقتي فهمت يعني كلمه اكسيشن. اكسيشن يعني ريموف. انا عايز اقول لك حاجه وانت فاهم اللي انا هقوله. انا دلوقتي شرحت حصه في وقت طويل. انما الانزيمات دي كلها شغاله في نفس الوقت. صح؟ الحاجات دي بتحصل في وقت قليل جدا. فانا عايز اقول لك ان اول خطوه بتحصل انت دي عندك في صفحه ودي في صفحه بس بيحصلوا مع بعض. يا دوبك الهليجيز بيدخل يفصل، يوم يدخل بعده البرايمز يبني البرايمر، يوم يدخل بعده البوليمريز يبني. حد فاهم انا بقول ايه؟ الهليجيز بيفصل، مجرد ما يفصل هبدا البون على طول. فبعد يدخل مين؟ البرايمز. كاتب لك معلومه كده، لان الهليجيز زائد البرايمز الاثنين مع بعض بسميهم برايموزوم. زوم يعني جسم. الايه معلش؟ الهيليكيز اللي بيفصل صح؟ لو والبرايميز اللي بيبني حته الار ان ايه؟ مش انا بفصل وبعدين ببني الار ان ايه؟ فقال لك الهيليكيز زائد البرايميز دول اول اثنين اشتغلوا فبسميهم جسم البدايه برايموزوم. يبقى جسم الايه؟ البدايه اللي هم اول اثنين بيشتغلوا. الكلام اللي انا كنت بشرحه دوت في البروكات وبيحصل برضه فين؟ ايه وكانت؟ امال ايه الاختلافات؟ اسماء الانزيمات. ماشي. اللي بيشيل البرايمر هنا يا ولاد اسمه الدي ان ايه بوليمريز واحد. اللي بيشيله من تحت صح؟ اللي بيشيله من تحت من فوق، اللي بيشيل البرايمر عامة. طب اللي بيشيل البرايمر في الايه وكانت؟ اخر كلمة هقولها. انزيم اسمه ار ان ايز اتش. اسمه ايه يا شباب؟ ار ان ايز. ما تحطش ليه عشان هو مش بوليمريز. عشان هو مش دي ان اي بوليمريز، دول اسمهم انزيمات الدي ان اي بوليمريز. تمام؟ يبقى انزيم تاني اسمه ار ان ايز. هنعمل ايه في الطرف؟ سبحان الله عدد القواعد في جسمك 3×10^5. انا بنسخ بمعدل 50 قاعده في الثانيه. فبالتبعيه لازم مالتي والاوريجين كل 30. ممكن بقى الكلام ده يجي لك ايه؟ في صفحه 9 هتلاقي كاتب لك الانزيمات. هتجمع الانزيمات تحت بعض، يعني حضرتك هيسالك ايه هي الانزيمات بتاعت الريبليكيشن. فعشان تقولهم لي بالترتيب اللي هو اول حاجه بيكون عندك البرايميز وبعد كده عندك البوليميريز وعندك التوبو ايزوميريز وعندك اللايجيز اكتب لي الانزيمات. خصائص عمليه الريبليكيشن عشان تقوموا تروحوا. اول خاصيه اسمها سيمي كونزرف، انا مش هشرح خلاص انا قلتهم في الياد صفحه 9 صفحه 9 ده حل مش من عارف انا بقول لك اسئله جايب لك الاسئله. اول خاصيه اسمها ايه؟ سيمي كونزرف. يعني ايه سيمي كونزرف؟ يعني اشرحها، يعني كل واحده عباره عن نيو ستراند وولد ايه؟ ستراند. باي دايركشنال، انت فاهم ان واحده في اتجاه واحده ايه؟ قوي. سيمي ديسكونتينيوس، واحده بتتبني كونتينيوس والثانيه ولا بتتبني ايه؟ ديسكونتينيوس، مش واحده بتتبني مره واحده. مش هي بتتبني ديس. اشرحها برضه ولا؟ دي هو مش هيجيبها لك كسؤال يعني. مش هيجيبها لك كسؤال، لو كتب العلميه. اخر حاجه يا ولاد عشان تروح بيقول لك هاي فيداليتي. يعني ايه هاي فيداليتي؟ الاخلاص فيه عالي. يعني الالمان ايه؟ الالمان بس بيقول لك نسبه الايرور 10 واستسالب 9
ل 10 اس سالب 10 وتخيل يعني نسبه الخطا قليله جدا حط 9 اصفار بقى نسبه الخطا قليله ولا حصل ليه ما انا اقول لك عشان دي حاجتين الحاجه الاولانيه وانا شغال بعمل بروفيدنج مش وانا شغال عمال اعمل عمليه بروفيد طب ولو حصل دامج الدرس الجاي اسمه ريبير في انزيمات ربنا خليها اسمها انزيمات الايه الاصلاح يبقى لو حصل خطا وانا شغال بكتشفه بالبروفريدنج طب لو حصل خطا وخلص عمليه البناء في انزيمات اسمها لا قبل الطفر في انزيمات اسمها ريبير لو ريبير ما اشتغلش بدخل في الطفر فاهم فنسبه الخطا ضعيفه يا اولاد احنا كل يوم بنتعرض للاشعه ما بيحصلش عندنا طفرات الحمد لله ما بيحصلش عندنا سرطان الحمد لله ليه عشان في عندنا انزيمات اسمها ريبير انتوا ما تروحوش للطفر على طول في انزيمات ربنا خلقها في الطريق اسمها انزيمات الريبير اللي في الصفحه مش هاخدها درس اسم لا كمان درس اسمه ريبير يبقى انت فاهم ان لو حصل دامج تقدر الدرس المره الجايه حاجه تسمى الايه بالريبير سؤال الدرس دوت يا ولد لحد هنا ده بس الجزء اللي في المذكره دي اللي داخل معاك في الامتحان تمام ماشي شكرا يا استاذ عشان فاهم لحد هنا لحد 9